حبيبتي حرام انت تعبانه، انت في منى، انت بايته في منى. 20 عاما تخدم حجاج بيت الله الحرام، تمارس عملها طبيبه استشاريه لامراض القلب في مستشفى الطوارئ في منى، لتصبح اول سيده تشغل هذا المنصب في المشاعر المقدسه. المناصب القياديه ما كانت احد ياخذها كسيدات لسبب واحد، انه جهد كبير، جهد جسدي وجهد عصبي وجهد تنفيذي، بالاضافه لفتره طويله الواحد يقعد فيها في الحج. الطبي معناها جهد كامل، معناها كل الامور الطبيه دي تابعه له، معناها تمريض، عيادات، عمليات، يعني مركزه كلها تبعه، جهد كبير. الدكتورة إيمان تعمل سنويا في مستشفى منى الذي يقدم خدماته أثناء موسم الحج فقط، وذلك لقربه من أماكن أداء مناسك الركن الخامس. والله أنا يعني بالنسبة لي أثينك أنه تريتشارج، عارفة كأنك تشتعل من جديد وتبدأ يعني ترجع كل إحساس الطب والرسالة والشيء الجميل. فآخر السنة وآخر شهر في السنة تبدأ تشحن نفسك بطاقة إيجابية كبيرة تعيشك طول السنة على عطاء الطبيب وعطاء اللي يتمناه للمرضى وغيره. بس استنى شهر الحج عشان نشحن تاني نغطي، ولا اظن اقدر اشتغل حج يمر علي حج ما اشتغل فيه. ورغم كثافة أعداد الحجاج واستقبال الطوارئ لآلاف المرضى يوميا، فإنها تصر على تقديم خبراتها المتراكمة وكامل طاقتها الإنسانية في خدمة المرضى. آية رادس، سكاي نيوز عربية، مكة المكرمة.